ما شاء الله تبارك الله، هذه الأجواء كما تشاهد الآن باتجاه مدينة جيزان، تخريجات بحرية وخيرات بإذن الله قادمة. نسأل الله أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. قطرات المطر تتهادى الآن على الأجزاء الجنوبية من مدينة جيزان، أجواء مبشرة ما شاء الله بالخير. نسأل الله أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. ما شاء الله الهطولات تزداد الآن. ما شاء الله تبارك الله، الأجزاء الجنوبية الآن من مدينة جيزان وبداية الهطولات المطرية، أجواء مبشرة بإذن الله بالخير الوفير. نسأل الله ذو المن والفضل والعطاء أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. ما شاء الله تبارك الله، من مدينة جيزان الآن بالاتجاه إلى أبو عريش تظهر أمامنا السحب الممطرة، خصوصا هناك كأنها على قرى الوادي والله أعلم. قاسم الرياني، كيف الميدان؟ ما شاء الله تبارك الله، شمال أبو عريش الآن، الله أمطار طيبة ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله، شمال أبو عريش الآن، ما بين أبو عريش والقمري،